يظل جرحى هذه المدينة هم الأشد ألما، فهم يتألمون مرتين، ألم الجراح وألم الخذلان. فمع المعاناة الدائمة والجراح الذي لم يندمل، ينفذ هؤلاء الجرحى وقفة احتجاجية في وسط شارع جمال، تعبيرا عن استنكارهم للصمت والخذلان الذي يتلقونه من قبل الجهات الرسمية وتجاهل ملفاتهم، مؤكدين في الوقت ذاته استمراريتهم بالوقفات الاحتجاجية والتصعيد المستمر ما لم تسارع الحكومة بحل مشكلتهم قبل تفاقمها. نحن جرحى محافظة تعز، وفي هذه المدينة نعاني من الإصابات منذ شهور، لم يلتفت إلينا أحد، لا من الحكومة ولا من القيادات الأخرى. وفي ظل الحصار الخانق المفروض على المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، تسعى المنظمات الإغاثية والمؤسسات الخيرية على إيصال الأدوية للمستشفيات في المدينة عبر الطرق الوعرة من أجل تخفيف الآلام عن هؤلاء الجرحى. طيبة رقم 4، بالتنسيق مع ائتلاف الإغاثة الإنسانية تعز، الحملة مستهدفين فيها مستشفيات تعز الحكومية والأهلية العاملة في عدد 6 مستشفيات الذي لا زالت رغم الوضع المأساوي في مدينة تعز إلا أنها تؤدي خدماتها. يستمر أنين الجراح في هذه المدينة وتزيد المعاناة، فكل يوم تشهد المدينة قصفا بمختلف الأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيات، مخلفا وراءه العديد من الضحايا ما بين شهيد وجريح. فإلى متى ستظل هذه المدينة تشكو الألم وحدها؟ مناشدات مستمرة لإنقاذ جرحى المدينة المحاصرة، فيما الجهات الرسمية المتمثلة بالحكومة الشرعية تقف مكتوفة الأيدي أمام كل ذلك. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.